حنا كمحامين ورجال القانون كنا من الأولين ومبادرين لتغيير النظام واحترام الدستور وكذلك احترام سيادة القانون. احنا اليوم خرجنا هذه الخرجة تضامنا مع الشعب الجزائري. الوقفة نتاع اليوم هي دفاعا على كل إرادة شعب أراد أن يغير مصيره، والدفاع دائما في المقدمة كما كان في أيام الثورة التحريرية، فهو اليوم أيضا موجود للدفاع عن مبادئ الجمهورية الثانية، دولة الحق ودولة القانون. اليوم في وقفتنا هذه وفي مسيرتنا اليوم نساعد، كنا دائما ولازلنا نساند الشعب، نقول أن الدفاع دائما صوت الشعب، وبالتالي نحن نقول لا لخرق الدستور ولا لانتهاك حريات الأفراد،